مصر حاليا في انتظار حدث مهم جدا، في 1.3 مليار دولار في الطريق لمصر. يا ترى الفلوس دي مصدرها ايه؟ هنعمل بيها ايه؟ شوف الفيديو ده وانت هتعرف كل التفاصيل. بانكير، نبض البنوك. مصر في الفترة الأخيرة عندها استقرار كبير في سوق صرف العملات الأجنبية، وده بعد الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة اللي قامت بيها الحكومة على مدار الشهور اللي فاتت، واللي طبعا كان أهم حاجة فيها هو القضاء على وجود سعرين للدولار في مصر والقضاء على سوق سودة في التجارة بالعملة. طب هي المناسبة الجديدة اللي مصر في انتظارها؟ مصر حاليا في انتظار المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، واللي بتوصل ل 1.3 مليار دولار من مبلغ أصله 8 مليار دولار، واللي حصلت مصر على موافقتها الفترة اللي فاتت، ومصر هتوقع انها تحصل على الشريحة دي في شهر ديسمبر اللي جاي. طب ايه هي الاجراءات اللي صندوق النقد هيناقشها؟ بحث صندوق النقد الدولي في المراجعة الجديدة والرابعة هتتضمن التأكيد على مواصلة رفع الدعم عن الخدمات اللي بتقدمها الدولة للمواطنين، وضمان الحفاظ على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا، وتحجيم الإعفاءات الضريبية وزيادة الإيرادات. بحث صندوق النقد الدولي هتناقش برضو خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص في قيادة قاطرة النمو، تخرج الحكومة من بعض المشروعات اللي تمتلكها الدولة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية. وبعث صندوق النقد الدولي هتركز بشكل عام على خطة رفع الدعم، وخاصة رفع الدعم عن أسعار الطاقة زي البنزين والسولار والكهرباء، ودول اللي قامت بيهم مصر فعلا في الفترة اللي فاتت برفع أسعار المواد البترولية وأسعار شرائح الكهرباء. طب مصر بتستعد بإيه تاني للمراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي؟ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال إن الحكومة حاليا مركزة على تحجيم الإعفاءات الضريبية وزيادة الإيرادات، وهيتم في الفترة اللي جاية الإعلان عن القانون الجديد للضرائب، وتحديدا في شهر أكتوبر اللي جاي، واللي هيتضمن حوافز الصناعات ورفع القيود على استيراد السلاح حاليا. كمان البنوك بدأت بتمويل وتوفير الدولارات اللازمة لتوفير السلع غير الأساسية. أحمد كوجك وزير المالية أكد إن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر، وشغالين بكل قوة في منطقة جذب استثمارات أجنبية جديدة. وفعلا الحكومة حققت مؤشرات مالية مطمئنة في موازنة العام اللي فات واللي انتهت في شهر يونيو اللي فات، ونجحت مصر في خفض عجز الموازنة ل 3.6% وتحقيق فائض أولي وصل ل 6.1% بما فيها عوائد رأس الحكمة. وزير المالية قال كمان ان النجاحات اللي قامت بيها الحكومة على مدار الشهور اللي فاتت هتكون حافز للوزارة علشان تستكمل مسار الإصلاح الاقتصادي، وده بيتزامن مع التحديات العالمية والإقليمية. قال كمان ان الحكومة بتستهدف استمرار رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين. وزير المالية قال إن الدولة بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة اللي فاتت أظهرت تماسك ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، اللي طبعا كان ليها تداعيات سلبية على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتسببت في ارتفاع التضخم بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وزيادة تكاليف التمويل واستمرار حالة عدم التيقن في الأسواق الدولية. أنا أشرف أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.